إلى موضوع آخر، حيث رصد تلفزيون النهار مشاهد رائعة لجاهزية الشاطئ الأول من الطريق المزدوج لمشروع القرن عبر منعرجات خراطة في بجاية أيام قليلة قبل فتحها أمام حركة سير المركبات. نتابع المزيد في هذا التقرير لمراسلنا رابح صويش. كي تتحل لابارتي هذه نرتاحوا شويه، بعد تجيب فتينا لا 2 ولا 3 في سيركيلاسيون، واحد يكون مريض واحد يكون كبير، دونك سي ديفيسيل سورتو لا بيريود استيفال هذه. هذا هو شطر طريق المعصر الذي سيفتح قريبا امام حركه المرور والعابر على منعرجات خراطه بطريق الوطني رقم 9، وهو من ضمن اشطر مشروع القرن لعصرنه وتوسيع الطريق القديم مرورا بالسلسلة الجبلية الوعرة، ما تطلب شق أنفاق واستخدام تقنية الطرق المعلقة على شكل شرفات. أبار لو بروتيكسيون دي تولو 100% سي تيرميني، إي نيا با دو بروبليم، مي توجور vous savez qu'il a le risque de chute de pierre. Alors pour éviter ça, maintenant nous sommes en train de prendre les précautions pour éviter ces risques. دخول حيز الخدمة المرورية لهذا الشاطر على مسافة تفوق 1700 متر سينهي من معاناة مستخدمي طريق الأنفاق القديمة المسمى بممر الموت لافتقاره لشروط السلامة وتزايد عدد المركبات في انتظار تتمة باقي أجزاء عصرنة مشروع القرن. تحصلنا كذلك على الاستمرار في 3 أنفاق أخرى. كي نقول لك نفق يعني شيء مكلف جدا، خطر على المواطنين. كل ما يتم استلام شطر ولو صغير نسلموه أمام حركة المرور حتى نخفف من المعاناة نتاع المواطنين. مبالغ مالية ضخمة رصدتها الدولة من أجل عصرنة طريق منعرجات خراطة على مسافة تزيد عن 7 كيلومتر، على أن يسلم بالكامل مع نهاية سنة 2019 مثل ما هو متوقع في أجل الإنجاز. نهاية النشر.